فالواد فتحي ده اللي ما يسواش في نظر تلات تعريفة، هيمسك الشغل ويحل محل ابوه. ده انا لو نفخت فيه كده هيطير زي الريشة. ومين قالك انه هيحصل؟ بكرة يلف على واحدة من اللي داير وراهم ويبيع الجمل بمحامل. معقولة؟ معقولة حميدة؟ ده انا اللي عملته مع ابوك ده يخليني شريك ليه في كل حاجة. انا ياما شقيت وخطرت بحياتي عشان اعدي الشغل بتاعه وما يتقفش في ايد البوليس. تبقى عبيط لو فكرت انه يقدر يسد مكانه. ده التافه هم مربيه على الدلع، ما يقدرش يسد على الشغل بتاعكم. هو انا مش عارفه انت بتعمل ايه. قالوا ايه؟ ابوك عايزني رسيه ومرنه واعرفه كل اسرار الشغل. انت تسمع كلامي وكلام ابوك يا حميده، اسد وداني عنه ولا ايه؟ كلام ابويا تسمعه من هنا وتخرجه من هنا، وعايزك تكسر مقاديف. مقاديف ابوكي؟ ابوك يا حميده لما بيحط حاجه في نفوخه محدش يقدر يغيرها له. انا قصدي على الواد فتح اخويا، كرهه في الشغلانه لغايه لما يبقى مش طايق نفسه. دي حتى الدراسه بياخد السنه بسنتين، لغايه لما اخته حصلته بقت بتطلع البريمو. كانت حمامه. اكيد كنتوا بتقطعوا فروتي. لا احنا كنا بنتناقش في السؤال، انت بتحبي ولا ما حبيتيش؟ ما انا قلت لكم. طب حبيتي مين؟ القانون الجنائي. مش عارفه الماده دي ليه بحبها. بصي امشي دلوقتي من قدامي. قال بتحبي القانون الجنائي؟ قال. ويا ترى بقى هيتقدم لك امتى؟ هو مين القانون الجنائي؟ بقول لكم ايه، انا عندي اجتماع في اللجنه الثقافيه. اللجنه الثقافيه. يظهر دكتور سعيد همام هو الاجابه على سؤالنا يا سهام. يظهر. طيب حاسبكم انا بقى تستمتعوا بتفاهاتكم دي وبقعدوا عليا في البيت بعد الظهر. سلام. سلام. هو انت هتروحي لها النهارده الندوه؟ لا انا لا بحب ندوات ولا بطيقها. روحي لها انت. طب انا هروح عشان بحب اتفرج. سلام. سلام. انا ملاحظ ان عددنا بيقل كل اجتماع. ايه شغلنا مش عاجبهم في اللجنه الثقافيه ولا ايه؟ الامتحانات قربت بقى يا دكتور. قربت ده ايه؟ لسه بدري. تلاقيهم بيذاكروا عشان يجيبوا تقدير. واحنا يعني شغلنا اللي هيعطلهم؟ ما هي مروه اهي تحضر كل الاجتماعات وبتعمل مجهود كبير جدا، تنجح وما شاء الله بامتياز. مروه دي فلته من فلتات الطبيعه، او تقدر تقول انها ظاهره. ايه رايك يا مروه في كلام حسين؟ وجهه نظر احترمها يا دكتور. نتكلم بقى في نشاط اللجنه. انا بقترح في الفتره اللي جايه ان احنا نعمل 5 ندوات. المهم نتفق على الموضوعات. انا عايز اسمع مقترحاتكم. انا بقترح ان احنا نعمل ندوه عن السينما، هنناقش فيها اسباب تدهور مستوى الافلام، واكيد طبعا هنجيب نجمه واكتر، ويا ريت لو نعمل لهم شبه محاكمه. انا مش موافقه. يعني ايه نجيب ناس هنا عشان نهزقهم؟ انا عندي اقتراح تاني. ايه هو؟ نخرج بقى عن نطاق الفن والادب. الثقافه في رايي كل ما يهم المجتمع او يتناول مشاكله. مظبوط. يعني يا ريت في ال5 ندوات نركز على مشكله مهمه في المجتمع، بحيث ان احنا نبحثها من جميع جوانبها. وانا بقترح موضوع يهم معظم الشباب. ايه هو؟ مكافحه المخدرات مثلا. والله هو موضوع مهم جدا، خصوصا بعد تفشي ظاهره ادمان المخدرات بين الشباب. ويا ريت في كل ندوه نستضيف متخصصين. انا بقترح نبتدي بندوه عن مصادر المخدرات وازاي بتخش بلدنا. ايه رايك يا مروه؟ موافقه طبعا. تحبي انت تتولي مهمه الاتصال بحد من رجال مكافحه المخدرات؟ ما عنديش مانع.